هبدأ الحديث في الأخبار من من خلال طبعا المنتخب الأولمبي اللي اختتم النهاردة تدريباته على ملعب الأسكندرية استعدادا لخوض مباراة العودة أمام إسواتيني، مباراة حاسمة ومهمة بنأمل إن شاء الله فيها كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الأولمبي في إياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام. خليني أفكر حضراتكم كده باللي بيحصل. ده طبعا الدور الثاني كلها مباريات من ذهاب وعودة، مجموعة من الأدوار، كان في دور أول دور تاني، لو تخطينا عقبة إسواتيني بإذن الله هنطلع للدور الثالث اللي هيكون مع الفائز من زامبيا وسيراليون، بعد كده إن شاء الله ندخل على مرحلة كأس الأمم الإفريقية اللي هتكون في المغرب. من خلال هذه البطولة هنحسم مشاركتنا في الأولمبيكس القادمة 2024 في باريس، من خلال أن الثلاث منتخبات الأولى اللي واخدة الثلاث ميداليات الذهبية والفضية والبرونزية هم اللي بيطلعوا بعد كده عشان يلعبوا في الأولمبيكس. المنتخب الرابع كمان ما بيفقدش الأمل، لا عنده أمل، بيلعب ملحق مع أحد المنتخبات الموجودة أيضا في القارة الأسيوية عشان يكون ممكن في احتمالية ان احنا نشوف اربع منتخبات من القارة الافريقية. بنعمل ان احنا نكون بعيد تماما عن القصة دي ومنتخبنا يتوج ان شاء الله بكأس الامم الافريقية. المنتخب الاولمبي كمان عنده تشكيل قوي الحمد لله، عندنا لعيبة كلها متمرسة في بطولة الدوري، ولكن الاقرب حتى هذه اللحظة من خلال متابعتنا للتدريبات ان هيكون في حراسة المرمى احمد نادر السيد، قدامه اربعة، احمد عيد وعبد الرحمن رشدان ومحمد طارق ومحمد اشرف بكري. في خط النص هيكون في لعيبة متمرسة كلهم الحمد لله نجوم، واتمنى ان شاء الله ان هم يستمروا في استمرار هذا التألق مع منتخبنا الاول، العربي بدر وعبد الغني محمد ومحمود صابر، الثلاثه اللي في الهجوم طبعا كلهم نجوم كبار جدا، مصطفى سعد ميسي وابراهيم عادل واسامه فيصل، كلهم بيلعبوا لانديه القمه، وكمان حتى لما اعيروا الى انديه اخرى كمان لعيبه كلهم مميزين. ان شاء الله مصر لما تفوز على إسواتيني زي ما انا وضحت هتنتظر الفائز من زامبيا وسيراليون، وبنامل ان شاء الله من خلال هذه المباراه انها تكون مباراه مهمه. ولكن هروح بقى لتصريحات ميكالي عن مباراة إسواتيني وقد ايه فعلا هو عنده طموح مع منتخبنا الأولمبي في هذه الفترة. هو راجل برازيلي توج مع المنتخب البرازيلي بميدالية أولمبية، جاي بنفس الطموح ده، لان احنا لما اتكلمنا على المنتخب الاولمبي واتكلمنا ان هو ثمره ان شاء الله لازم نستغلها عشان يفضل المنتخب الاول دايما من خلال محطات المنتخبات اللي هي الناشئين والشباب والمنتخب الاولمبي، يكون عندنا لعيبه كتيره جدا في المستقبل القريب. فبالتالي الراجل جه بنفس المشروع ده والطموح اللي احنا زارعينه فيه، لان هو الراجل عنده خبرات فلازم يستغل الخامه والقماشه اللي موجوده عنده. هو اتكلم قال ان طبعا مباراه إسواتيني الاولى كانت صعبه لان هو كان عنده صعوبات من كتر الجاهزيه موجودة في اللعيبة، كان عنده صعوبات ان هو يختار التشكيل اللي هيلعب هذا اللقاء. اتكلم كمان ان في المؤتمر الصحفي ان هو بيحاول في الفترة الحالية ان هو يوصل لاحسن تشكيلة، اتكلم على الوعي التكتيكي اللي موجود عند اللاعبين المصريين ان هم بيستجيبوا سريعا الى خطط المباراة، كمان ان هم بينفذوا التعليمات المباشرة، ولكن التصريح الاهم ان هو قال بيسعى لحصول مصر على ميدالية أولمبية من خلال الأولمبيكس. فده معناه ان هو بس مش عايز يوصل للأولمبيكس، لا عنده طموح كمان ان هو ان شاء الله يحقق ميدالية عشان تكون بقى حاجة جديدة علينا ان شاء الله ان احنا نحتفل بميدالية أولمبية ان شاء الله في الأولمبيكس، مش مع أبطالنا الأولمبيين اللي دايما بيسعدونا، ولكن كرة القدم دايما في حتة تانية كده، الألعاب الجماعية كنا قاب قوسين أو أدنى إن احنا نحصل على ميدالية في الألعاب الجماعية من خلال منتخبنا منتخب اليد، ولكن شاءت الظروف إن احنا نخسر ونحصل على المركز الرابع. بنعمل إن شاء الله من خلال الأولمبيكس القادمة إن نشوف منتخبات زي كرة القدم ومنتخب اليد أيضا بيقدروا إن هم يوصلوا لمنصات التتويج.